يقول: ما معنى قول الله تعالى في سورة الماعون: بسم الله الرحمن الرحيم، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون؟ نعم، ويل كلمة عذاب وتهديد ووعيد شديد، وقيل إنه واد في جهنم للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، بأن يصلي الفجر بعدما تطلع الشمس، ويصلي الظهر في وقت العصر، والعصر في وقت المغرب، وهكذا. فالذي يخرج الصلاة عن وقتها هذا يعتبر ساهيا عنها ومضيعا لها، كما في الآية الأخرى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. فإضاعة الصلاة والسهو عنها اللذين ورد الوعيد عليهما في هاتين الآيتين هو إخراجها عن وقتها من غير عذر شرعي، لأن الله تعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها، لا يجوز إخراجها عنها من غير عذر شرعي. وقوله تعالى: الذين يراءون، يعني يراءون الناس بأعمالهم، يريدون يؤدون أعمالا صالحة لا يريدون بها وجه الله، وإنما يريدون أن يمدحهم الناس، كالذي يتصدق لأجل أن يمدحه الناس، أو يصلي، أو يطلب العلم، أو يؤدي أي عبادة من العبادات لا رغبة في الطاعة والثواب، وإنما يريد بذلك أن يمدحه الناس ويثنوا عليه، فهذا هو الرياء، وهذا يحبط العمل، كما قال سبحانه وتعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. الرياء محبط للعمل، وهو شرك أصغر، وهو خطر شديد، وهو من صفات المنافقين، لأنهم كما قال الله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالرياء داء خطير ومرض وبيل، والواجب على المسلم أن يخلص عمله لله عز وجل، ولا يقصد من ورائه رياء ولا سمعة. وأما الذين يمنعون الماعون، فالمراد بالماعون هنا العارية، لأن بذل العارية للمحتاج من الطاعة والإحسان يثاب عليها الإنسان، فالذي يمنع العارية من المحتاج وهو لا ضرر عليه في بذلها يعتبر عليه هذا الوعيد العظيم. قد فسر الماعون بما يشمل القدر والفأس والحبل والدلو وكل ما يحتاجه الناس لأمورهم التي يضطرون إليها، فبذل العارية للمحتاجين إذا لم يترتب على ذلك ضرر بالمعير وهو في غنى عنها، فإن بذلها من الطاعة ومنعها من المتوعد عليه في هذه الآية الكريمة. جزاكم الله خير الجزاء.